بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات صف الثاني الثانوي من متابعي منصة الإسكول التعليمية، أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس مادة الرياضيات. النهاردة هناخد فرع الاستاتيكا، هناخد من الوحدة الأولى الدرس الثاني اللي بيتكلم على تحليل القوة. هناخد يعني إيه مفهوم إزاي أحلل القوة، سواء كانت القوة دي في اتجاهين معلومين. يعني معنى كده إن أنا لما بحلل القوة في المركبة الأولانية بتبقى زاوية ميل القوة دي على المركبة الأولانية دي معلومة، وزاوية ميل القوة على المركبة الثانية معلومة، فبالتالي أقدر أجيب المركبتين بتوع القوة. الحالة الثانية إن أنا بحلل القوة في اتجاهين متعامدين، يعني لما أجيب المركبة الأولى وكانت زاوية ميل القوة اللي أنا عايز أجيبها دي على المركبة بتساوي ه، يبقى أكيد الزاوية على المركبة الثانية بتساوي 90 درجة ناقص ه. برضو هنحلل ونشوف المركبتين شكلهم عاملين إزاي من خلال مجموعة من الأمثلة والتمارين بتغطي الحالتين اللي إحنا بنقول عليهم. خليكم معنا وما تروحوش بعيد، ويلا نبتدي. احنا عشان نحلل قوة قلنا عندنا في نوعين من الاتجاهين، اتجاهين معلومين او اتجاهين متعمدين. هنشوف كل حالة من الحالات اللي احنا قلنا عليها دي. اول حاجة تحليل القوة في اتجاهين معلومين، يعني لو عندي القوة اللي هي ح دي عايز احللها مرة مركبة في اتجاه واو الف ومرة تانية في اتجاه واو ب، يعني حللها هنا كده مرة وحللها هنا كده مرة، هيبقى هنا لها مركبة وهنا لها مركبة. طب نعمل ايه؟ هنتخيل ان هنا في هكمل واو الف موازن نفسه لفوق واخد معاه القوة قاف واحد، وواو ب موازن نفسه من الناحية دي واخد معاه القوة قاف اتنين، يطلع عندي الشكل متوازي الله. ليه بعمل متوازي الله؟ لان انا عايز المثلث ده اللي هسميه مثلث القوة، ده اللي هشتغل عليه وهطبق عليه قاعدة جيب الزاوية اللي هي قاعدة الجهة اللي خدناها في حساب المثلثات. طيب لما نقلت هنا قاف اتنين ونقلت هنا قاف واحد، الزاوية دي هي اتنين، احنا قلنا المحصلة هتميل على الواو الف بزاوية هي واحد وهتميل على واو ب بزاوية هي اتنين. هل هي اتنين دي زاوية هي اتنين دي ممكن تساوي هي اتنين دي بالتبادل؟ اه طبعا، من خواص متوازي الاضلاع. تمام، يبقى انا عندي القوة قاف اتنين بتقابلها الزاوية هي واحد، والقوة قاف واحد بتقابلها الزاوية هي اتنين. جميل، طب المحصلة بتقابلها الزاوية ان ايه؟ بتقابلها الزاوية دي. طب انا عندي هنا مجموع الزاويتين دول اصلا في متوازي الاضلاع، في متوازي الاضلاع اصلا الزاوية دي والزاوية دي 180 درجة، او الزاوية دي زي الزاوية دي في المثلث اللي انا محدده مجموع هي واحد وهي اتنين والزاوية دي 180 درجة، يبقى الزاوية دي قياسها كام؟ تقول لي 180 درجة ناقص هي واحد زائد هي اتنين، او الزاوية الخارجة بتساوي مجموع الزاويتين الداخلتين في الشكل ده. تمام، يبقى اول حاجة بشوف الزوايا اللي عندي التلاتة عشان انا عايز اخد كل قوة على جهة الزاوية اللي مقابلة لها. يبقى هنقول تاني هي اتنين دي بتساوي هي اتنين دي بالتبادل من خواص متوازي الاضلاع. طيب في المثلث الاحمر الصغير ده مجموع زوايا 180 درجة، هي واحد وهي اتنين والزاوية دي اللي هي زاوية الف دي مجموعها 180 درجة، يبقى الف بس لوحدها قياسها كام؟ 180 درجة ناقص هي واحد زائد هي اتنين. تمام، طيب يبقى معنى كده ان انا لو جيت طبقت قاعدة المثلث وطبقت عليها قاعدة الجيب اللي بتقول ألف شرط على جاء ألف بتساوي جيم ب شرط على جاء ب بتساوي جيم شرط على جاء جيم، هنتخيل ان نفس الحكاية دي تعتبر ألف شرط اللي هي عليها قف واحد على جاء الزاوية اللي قصادها هي اتنين بتساوي الزاوية دي القوة دي قف اتنين على جاء واحد بتساوي المحصلة على جاء جاء ايه بقى؟ جاء هتبقى عاملة كده جاء 180 درجة ناقص ه واحد زائد ه اتنين. طب جميل، جاء اصلا 180 درجة ناقص اي زاوية دي في الربع الكام؟ في الربع التاني، يعني كده بتساوي ايه؟ بتساوي جاء ه واحد زائد ه اتنين، عشان ما حدش يقول لي جيت منين. يبقى لو طبقنا القاعدة يبقى القاعدة بتاعنا عامل كده، دي القاعدة بتاعي اللي انا بشتغل عليها اللي بتديني تحليل القوة ح
في مركب في مركبتين، مركبة في اتجاه قاف واحد ومركبة في اتجاه قاف اتنين. طيب دي جت منين؟ جت من هنا، دي كانت اصلا جاء 180 درجة ناقص هي واحد زائد هي اتنين، وجاء 180 درجة ناقص هي واحد زائد هي اتنين وقع في الربع التاني، جاء 180 ناقص الزاوية بتساوي نفسها جاء ه زائد ه واحد زائد ه اتنين. يبقى كده جبنا ايه القاعدة الاولانية، دي تحليل القوة في اتجاهين معلومين. طيب نشوف تحليل القوة في اتجاهين متعامدين، نفس الحكاية. هنا الزاوية القوة اللي انا عايز احللها دي هتتحلل المرة في اتجاه واو الف ومرة في اتجاه واو ب، تمام. طيب الزاوية القوة ح بتميل على واو الف اللي عليها القوة كف واحد بزاوية قياسها كام؟ ها، يبقى اذن الزاوية التانية كام؟ 90 ناقص ها، جميل قوي. طب لو انا طبقت القاعدة دي يبقى هنا هكمل برضو بنفس الحكاية، هرسم واو الف موازن نفسه وواو ب موازن نفسه، بقى الشكل المرة دي مستطيل. طب الزاوية دي اسمها ايه؟ الزاوية دي قياسها ها. طب الزاوية دي 90 ناقص ها، طب 90 ناقص ها هل ممكن تساوي الزاوية دي اللي هي عند جيم 90 ناقص ها؟ ايوه، من خواص المستطيل، وده بتساويها بالايه؟ طبعا بالتبادل. طب الزاوية دي قياسها كام؟ 90. طيب اطبق هنا قاعدة الجيب، الف شرط على جا الف بتساوي ب شرط على جا ب بتساوي جيم شرط على جا جيم، يعني معنى كده قاف واحد على جا 90 ناقص ها بتساوي قاف اتنين على جا ها بتساوي ح على جا كام؟ على جا 90. طب جميل. طيب هنا بقى لو انا قلت قاف واحد على جا 90 ناقص ها، في حساب المثلثات برضو، في حساب المثلثات هنا هنتكلم هنا كده جا 90 درجة ناقص ها، دي وقع في الربع الكام؟ في الربع التاني، يبقى هنزود لها سنة، يبقى جا 90 درجة ناقص ها بتساوي ايه؟ بتساوي جتا ها، دي من خواص حساب المثلثات. طبعا كل ده خدناه في سنة اولى ثانوي. يبقى لما اجي اطبق القاعدة يبقى قاعدة جيب الجيب هتساوي قاف واحد على جتا ها، جتا ها جت منين؟ جت من هنا اللي هي اصلا كانت كده 90 ناقص ها، اللي هي دي 90 ناقص ها، جا 90 ناقص ها بكتبها على طول جتا ها بتساوي قاف 2 على جا الزاوية اللي قصادها اللي هي ها بتساوي ح على جا 90، وجا 90 طبعا احنا كلنا عارفينها اللي هي بتساوي كام؟ بتساوي 1. يبقى لما احب اجيب قاف 1 مركبة قاف واحد في اتجاه ح يبقى هتساوي ايه؟ قاف واحد اضرب ضرب تبادلي يبقى بتساوي ح في جتا ها، وقاف اتنين هتساوي ح في جا ها. طيب تعال نشوف كل الكلام ده في الامثلة اللي عندي. مثال واحد في الشكل المقابل، تعال نشوف الشكل ده بيقول ايه. بيقول هنا في القوة 30 عايز احللها الى مركبتين، واحدة في اتجاه قاف واحد وواحدة في اتجاه قاف اتنين، تمام كده؟ هتقول لي والله طيب انا عايز اعرف قاف واحد الزاوية اللي قصادها كام وقاف اتنين الزاوية اللي قصادها كام. هتخيل ان ده متوازي اضلاع، يعني هرسم هنا كده موازي هنا وهرسم هنا كده موازي هنا، تمام. طيب لما ارسم هنا موازي بستفاد من ايه؟ يبقى هنا دي تعتبر القوة هنا قاف واحد، تمام كده، هطلعها فوق يبقى هنا كده قاف واحد، تمام. طيب دي قاف اتنين، دي هنا كده قاف اتنين، هرسم موازي نفسها هتبقى هنا كده في قاف اتنين، تمام. طيب نجيب الزوايا بقى، يبقى هنشتغل على المثلث ده، المثلث ده. طيب الزاوية دي كام هنا؟ 60 درجة، تبقى الزاوية دي كام هنا؟ 60 درجة بالتبادل، جميل أوي، تمام. يبقى هنا قاف 2 الزاوية اللي قصادها كام؟ 60 درجة، قاف 2 الزاوية اللي قصادها 60 درجة. طب قاف 1، قاف 1 الزاوية اللي قصادها كام؟ 90 درجة، جميل، قاف 1 أهي الزاوية اللي قصادها 90 درجة. طب هنا 60 يبقى هنا في كام؟ يبقى هنا في 30 درجة. نقول تاني، قفلت هنا كده الشكل اللي عندي. بصوا يا جماعه كده، هرسم هنا كده قاف واحد موازيه نفسها، ادي قاف واحد، وقاف اتنين موازيه نفسها، دي كده هنا كده قاف اتنين،
بقى الشكل عندي متوازع اضلاع. تمام كده؟ يبقى هنا في القوة اللي هي تعتبر قاف اتنين. قاف اتنين. تمام. والقوة هنا دي هتطلع موازية نفسها هنا. هيبقى هنا في قاف واحد. طيب. هنشتغل على المثلث ده. وليكن المثلث ألف ب جيم. محتاج ان انا اجيب كل الزاوية من زواياها. طيب. الزاوية دي اعرف اجيبها. الزاوية دي هتساوي 60 درجة بالتبادل. جميل. طب الزاوية دي قاف واحد قصادها كام؟ 90. جاهزة. طب الزاوية دي تطلع كام؟ هنا 60. يبقى هنا كام؟ يبقى هنا 30. يبقى انا كده جبت ايه؟ الزوايا اللي انا عايزها. يبقى سهل بقى ان انا اقول له قاف واحد على جا 90 بتساوي قاف اتنين على جا 60 بتساوي المحصلة اللي هي ح اللي هو عايز يجيبها دي للمحصلة 30 على جا الزاوية اللي قصادها اللي هي تعتبر مجموع الزاويتين اللي هي تعتبر هنا كده ه واحد زائد ه اتنين. تمام كده؟ طيب نقول له بقى هنا كده يبقى قاف واحد على جا الزاوية اللي قصادها كام؟ 90 درجة. تمام. بتساوي قاف اتنين على الزاوية اللي قصادها كام؟ 60 درجة. تمام. بتساوي المحصلة بتاعت القوتين اللي هو مدهاني 30 على جا مجموع الزاويتين دول 90 زائد 60 يديني كام؟ 150 درجة. يبقى كأني بقول قاف واحد على جا 90 بواحد بتساوي قاف اتنين على جا 60 بجذر 3 على 2 بتساوي 30 على جا. جا 150 وقع في الربع الثاني. وقع في الربع الثاني يعني جا 150 هتبقى موجبة. طب جا 150 بتكافئ كام؟ جا 30. وجا 30 بكام؟ بنص. يبقى سهل بقى ان انا اجيب المركبة الاولانية. يبقى قاف واحد هتساوي 3 في 1 ب 3 على نص تطلع بكام؟ ب 6. يبقى احط هنا كام؟ احط هنا 6. طيب قاف 2 هتساوي كام؟ هتساوي 3 في جذر 3 على ال 2 اللي هي جا 60 على نص. طبعا النص هيروح مع النص تطلع بكام؟ ب 3 جذر 3. يبقى احط هنا كده 3 جذر 3. يبقى دول ايه؟ القيمتين او 30 جذر 3 دي 30 سوري. هنا 30 ماشي. تمام كده يا جماعه. يبقى هنا 30 جذر 3 وهنا تعتبر كام؟ تعتبر 60. ادي الحل يا جماعه بعمله في المسودة او في ورقه خارجيه عشان اعرف اشتغل على الاسئله الاسئله الموضوعيه. طيب فهنا بيقول لي اختار بقى بينهم. اقعد طبعا انا نتيجه الشغل اللي انا عامله هنا كده طلعت قاف 1 ب 60 وقاف 2 ب 30 جذر 3. ادور على 60 و 30 جذر 3 الاقي مجموعه الحل هو الاختيار ده واحط عليها علامه يبقى دي مجموعه الحل. طب تمام. قوتين مقدارهما 20 جذر 3 تعمل في اتجاه الجنوب الشرقي. طالما قال لي جنوب وشرق والحاجات دي يبقى بيشتغل على قوتين متعامدتين. تمام كده. يبقى بحدد له قوة مقدارها 20 جذر 2. ادي 20 جذر 2 تعمل في اتجاه الجنوب الشرقي. الجنوب الشرقي يعني من الشرق للجنوب. من الشرق للجنوب. من الشرق للجنوب ماشي. طيب ما قالش فيه بالزاوية قياسها كذا. يبقى معنى كده ان القوة دي بتنصف الزاوية دي كلها. يعني هنا 45 تبقى دي هنا كمان كام؟ 45. طالما ما حددش زاوية يبقى بتنصف الزاوية. نقول تاني. طالما ما حددش ما قالش في اتجاه الجنوب الشرقي بزاوية قياسها كذا وسكت الجنوب الشرقي بس يبقى الزاوية هنا بتنصف. يبقى الجزء اللي هنا بيساوي الجزء القياس اللي هنا بيساوي القياس اللي هنا بتاع الزاوية. تمام كده. طيب تم تحليلها الى مركبتين متعامدتين. اهو مركبتين متعامدتين. تمام. يبقى مركبة القوة في اتجاه الشرق هتساوي ايه ومركبة القوة في اتجاه الجنوب هتساوي ايه؟ طب الاثنين دول اصلا متعامدتين صح كده؟ يبقى القريبه هنا بتاخد الجتا واللي هنا على محور الصادي. يعني كان ده كده محور السيني وده كده محور الايه؟ الصادي. هو القاعده بتقول ايه؟ في اتجاه الشرق هنا يبقى 20 جذر 3 في جتا 45. طب في اتجاه الصادي اللي هو الجنوبي يبقى 20 جذر 3 في جا 45. تمام كده يا جماعه؟ طيب يبقى هنا هنقول له كده يبقى هنا مركبة القوة في اتجاه الشرق
في اتجاه الشرق كده، يبقى هتساوي 20 جذر 2 في جتا 45 درجة. طيب هنا في اتجاه الجنوب يبقى برضو هتساوي القوة 20 جذر 2 في جا 45 درجة، هتساوي وهتساوي جتا 45 درجة بواحد على جذر 2، واحد على جذر 2، جذر 2 تروح مع جذر 2 تطلع 20. طيب جا 45 برضو بواحد على جذر 2، يبقى تطلع برضو بكام؟ تطلع ب 20. اشوف كده الاختيارات اللي عندي، هنا في 20 وهنا في 20 في الجنوب، يبقى الاختيار ده كده هو الاختيار الصحيح. طيب هنا القوتين انا مش عارف اذا كانوا في اتجاهين معلومين ولا في اتجاهين متعمدين. هتقول لي هنا ايه؟ جسم وزنه 72 نيوتن موضوع على مستوى مائل يميل على الافق بزاويه قياسها كام؟ 30. ادي المستوى المائل اللي بيميل على الافق ده بزاويه قياسها كام؟ بزاويه قياسها 30. طب استنتج ايه؟ بصوا يا جماعه، احنا خدنا قبل كده ان المستوى المائل ده الجسم ده بيأثر عليه، وزنه بيأثر راسيا الى اسفل، راسيا الى اسفل، تمام؟ وده يعتبر رد فعل الجسم على المستوى. رد الفعل الجسم على المستوى بيكون عمودي، يعني الزاويه دي كده قياسها كام؟ قياسها 90 درجه. يبقى انا هحلل القوه دي في اتجاهين متعمدين، واحد في اتجاه خط اكبر من للمستوى الاسفل، وواحد في اتجاه امتداد رد الفعل اللي هو عمودي على المستوى. يبقى الزاويه اللي هنا كام؟ 90 درجه. يبقى لما احلل دي احللها في اتجاهين ايه؟ في اتجاهين متعمدين. جميل. طيب هنا اصلا الوزن بيأثر راسيا الى اسفل، يعني الزاويه دي 90. طب الزاويه دي 30، يبقى الزاويه الصغيره دي هنا كام؟ الزاويه دي كده هتعتبر 60 درجه. تبقى الزاويه دي كام؟ تبقى الزاويه دي كده 30 درجه. طب ليه بعمل كده؟ عشان لما احلل دي في الاتجاه ده هيبقى المركبه بتاعتها عامله كده 72 جتا 30 درجه. طيب في الاتجاه العمودي عليه هيبقى 72 جا 30 درجه، كأننا ما قلناش حاجة، عشان ده مهم جدا ونراجع تاني. نقول كده يا جماعة، هنا رد الفعل دي قوة رد الفعل بتاع الجسم على المستوى بتأثر رأسيا إلى أعلى أو عمود عليه، وهنا هيفضل العمود ماشي امتداده. طيب ده خط أكبر ميل بتاع المستوى بيميل هنا بزاوية قياسها كام؟ 30 درجة. جميل. الوزن أصلا بيأثر رأسيا إلى أسفل، تمام؟ يعني رأسيا إلى أسفل يعني بيكون على الأفق هنا عامل 90 درجة. طب جميل، الزاويه دي كام؟ 30. تبقى الزاويه دي كام؟ 60 درجه. تبقى الزاويه دي كام؟ 30 درجه. يبقى الزاويه هنا كده 30 درجه. يبقى همسك القوه دي هحللها مره في الاتجاه العمودي رد الفعل اللي هو العمود على المستوى، ومره في الاتجاه العمودي عليه اللي هو خط اكبر ميل، هحولها في الاتجاه ده ماشي. القريبه مني هتبقى هنا هتاخد 72 جتا 30 درجة. طيب في اتجاه المستوى الى اسفل او العمود عليه، باعتبار ان انا بحلل القوة في الاتجاهين دول، ودول اتجاهين متعمدين، يبقى هتاخد برضو 72 جا 30 درجة، تمام يا جماعة؟ طيب يبقى المركبة الاولى 72 جتا 30، يعني كأني بقول 72 في جتا 30، جتا 30 بجذر 3 على 2، 72 على 2 تديني 36 جذر 3، يبقى دي المركبه الاولى. طب الثانيه 72، دي المركبه الثانيه 72 في جا 30، جا 30 بنص، 72 على 2 يديني كام؟ 36. اشوف الاختيارات اللي عندي، ان في مركبه 36 نيوتن،
وفي التانية 36 جذر 3، هنا في 36 وفي 36 جذر 3، تمام. طيب عايزين بس نحدد الالفاظ دي. المركبة الاولى في اتجاه العمود على المستوى، العمود على المستوى ده تطلع بكام؟ ب 36 جذر 3، يبقى اول اختيار مش هينفع. ده في اتجاه العمود المستوى 36 جذر 3. طيب في الاتجاه، في اتجاه المستوى لاسفل اللي هو خط اكبر من لاسفل كام؟ تطلع 36، دي 36 صح، يبقى الاختيار بتاعي هو الاختيار الثاني ده. نشوف كمان مثال كمان. هنا بيقول في الشكل المقابل مصباح وزنه 30 نيوتن معلق بحبلين معدنيين ألف جيم وب جيم، ألف جيم وب جيم، يميلان على الرأس بزاويتين قياسهما. طبعا ده كده الرأسي، وهنا كده برضو الرأسي بزاويتين قياسهما 60 و 60. طب تمام، يبقى ده الحبل الاولاني اللي عندي ألف جيم، وده الحبل الثاني اللي عندي ب جيم. طبعا الوزن ده 30 بيأثر في الحبلين، يبقى هنا بيعتبر قوة وزن واحد اللي هي المركبة الأولى، وقوة وزن واو 2 اللي هي المركبة الثانية. عايز إيه؟ قال عايز أحلل القوة 30 دي، تحليل وزن المصباح اللي هو 30، يبقى في اتجاه المركبتين واو 1 واو 2 يبقوا كام وكام؟ أسأل نفسي هل دول في اتجاهين معلومين ولا في اتجاهين متعامدين؟ واضح ان هنا مفيش تعامد، يبقى في اتجاهين مالهم معلومين. طب اكمل، طب لازم ادخل دول في مثلث، ما انا بشتغل على مثلث اللي هو مثلث القوة اللي هجيب منه ألف شرطة على جا ألف، او قف واحد على جا هي اتنين بتساوي قف اتنين على جا هي واحد بتساوي التلاتين على هي واحد زائد هي اتنين، تمام. ادخله في مثلث ازاي؟ ممكن امد القوة اللي هي واو واحد دي اللي هي قوة الوزن في امتدادها كده، دي تعتبر واو واحد، وامد القوة دي كده في اتجاهها تعتبر واو اتنين، يبقى هنا كده امتداد واو واحد القوة واو واحد كده ما عملتش حاجة، وهنا اتجاه القوة واو اتنين كده برضو ما عملتش حاجة، تمام. لو انا قفلت كده بقى كده عندي مثلث، جميل. الزاوية دي كام؟ 60 صح كده؟ طب ينفع الزاوية دي تساويها بالتبادل؟ جميل، لا ما ينفعش. طب ليه؟ بصوا يا جماعة، لو انا وصلت ألف ب كده تبقى الزاوية دي هنا قياسها كام؟ 30 درجة، يبقى الزاوية دي هي اللي هتساوي دي بالتبادل، عشان كده محدش يتلخبط في الكلام اللي احنا قلناه في الأول، ما ينفعش الستين بتساوي دي بالتبادل، لا الستين بتتمم دي 30، يبقى ده حرف زد يبقى دي 30، طب هنا كمان كام؟ 30 درجة، نفس الحكاية، يبقى هنا كام؟ 30 درجة، يبقى كده جبت إيه؟ خلي بالك دي هنا تعتبر واو واحد. يبقى كده جبت القوة واو واحد على الزاوية اللي قصادها جا 30، تمام، وهنا تعتبر واو 2، يبقى كده جبت المركبة التانية أو القوة التانية على جا الزاوية اللي قصادها اللي هي تمام. طيب هنا المحصلة اللي هو 30 على مجموع الزاويتين اللي هم الزاويتين دول اللي قصادهم كام؟ 30 و 30 60، مجموع زاوية المثلث كام؟ 180 درجة، 60 ناقص 180 يبقى الزاوية دي كام؟ 120 درجة، يبقى الزاوية دي كام؟ 120 درجة بالتقابل بالرأس، بالتقابل بالرأس. يبقى معنى كده سهل بقى ان انا اقول واو واحد على جا 30 بتساوي واو 2 على جا برضو 30 بتساوي المحصلة اللي هي 30 على جا الزاويتين دول اللي قصادهم اللي هي 120 درجة. يبقى لما احب اجيب واو 1 اللي هو عايزها هنا كده يبقى هتساوي جا 30 بنص في 30 على جا 120 اللي بتتممها جا 60، جا 60 بكام؟ بجذر 3 على 2، دي هتروح مع دي، الاثنين تروح مع الاثنين، يتفضل 30 على جذر 3، 30 على جذر 3 ما ينفعش جذر في المقام،
فبضرب في المرافق جذر 3 على جذر 3 يبقى هتساوي جذر 3 في جذر 3 ب 3 تروح مع ال 30 يتفضل 10 جذر 3. تمام كده؟ طيب نجيب واو 2 هتساوي واو 2 هيبقى نفس الحكاية جا 30 بكام؟ جا 30 بنص في ادي ال 30 على جا كام؟ جا 120 جا 120 جذر 3 على ال 2 هتساوي نفس القيمة دي يطلع بكام؟ ب 10 جذر 3 بعد الاختصار. يبقى لو عندي اختيارات هختار القيمة اللي فيها 10 جذر 3 المركبة الأولى والمركبة الثانية 10 جذر 3 نيوتن، يبقى ده الاختيار بتاعي. طيب حللت قوة مقدارها 12 جذر 3 إلى مركبتين متعامدتين مقدار أحدهما 18 سكر كيلوغرام، فإن قياس الزاوية الثانية بتساوي كام؟ طب نشوف، هو هنا قال لي سهل عليا، قال لي المركبتين متعامدتين، واحدة في اتجاه القوة 18 وواحدة في اتجاه القوة كام؟ القوة 2 اللي هي قوة 2 اللي هي تعتبر مجهولة. طيب عايز قياس زاوية ايه وعايز المركبة في الاتجاه ده، يعني لما اجي حللتها في المقدار ده ادتني كام؟ ادتني 18. لما جيت حللتها في المركبة في اتجاه قف 2 ادتني كام؟ ادتني انا مانيش عارف اصلا. ها تمام، وهنا في اتجاهين ايه متعامدين. طب الزاوية هنا كام؟ ها طب انا عايز اجيب الزاوية الاول عشان انا عارف ان دي كده الزاوية دي هتبقى كام؟ 90 درجة ناقص ها. تمام. طيب لو انا اعتبرت ان دي القوة الاولى ودي القوة التانية عايز احلل في اتجاه القوة الاولى، يبقى المركبة في اتجاه القوة الاولى اكيد هتساوي 12 جذر 3 في جتا ها. جميل. طب اذا كان هو بيقول لي المركبة الأولانية مقدارها 18 يبقى حط هنا كام؟ 18. يبقى إذن جتا اهي بتساوي 18 على 12 جذر 3. تمام كده؟ طيب لو انا ضربت في المرافق جذر 3 على جذر 3 يبقى هتساوي جذر 3 في جذر 3 بكام؟ ب 3. ال 3 اختصرها مع ال 18 يديني كام؟ 6. ال 6 اختصرها مع ال 12 يديني كام؟ 2. يبقى كل دي تطلع بكام؟ بجذر 3 على ال 2. يبقى جتا اهي لما هتساوي جذر 3 على ال 2 يبقى قياس زاوية ه، هتقول لي قياس زاوية ه دي هتعتبر زاوية خاصة، يبقى جتا ه لما تساوي جذر 3 على ال 2 يبقى قياس زاوية ه هتساوي 30 درجة، لأن جتا 30 بكام؟ بجذر 3 على ال 2، وواضح إن جتا هنا وقع في الربع الكام؟ في الربع الأول، تمام، يبقى هنا جبت الزاوية تطلع بكام درجة؟ تطلع ب 30 درجة. طيب عايز بقى مقدار المركبة التانية، لما اجي احلل المركبة التانية اللي انا مانيش عارفها اللي هي في اتجاه قاف 2 يبقى هتساوي 12 جذر 3 في جا ها ها. تمام كده، يبقى هتساوي 12 جذر 3 انا خلاص بقى مانيش مش عايز الزاوية دي في جا 30، جا 30 بكام؟ بنص، يبقى هتساوي الاثنين تروح مع ال 12 يبقى 6 جذر 3، يبقى هنا هحط 6 جذر 3. أشوف بقى هنا الزاوية 30 والمركبة الثانية 6 جذر 3، واضح إن هي دي. يبقى ده اللي هيكون الاختيار بتاعي. طيب في الشكل ده خلاص احنا عرفنا الشكل كده يا جماعه، واحنا مغمضين بعد كده يا جماعه هنحاول نشتغل بطريقه تلقائيه. الزاويه هنا اهي تبقى الزاويه هنا كام؟ تبقى الزاويه هنا اهي
خلاص دي هتتحلل في اتجاه امتداد رد الفعل اللي هو عمود على المستوى، يبقى هتاخد هنا 60 جتا ها. طيب وهتاخد هنا كام؟ 60 جا ها. يبقى انا كده حللت المركبتين تمام قوي. طيب هنعمل ايه بعد كده بقى؟ ها مين يقول المسألة بتقول ايه؟ المسألة بتقول الجسم اللي وزنه 60 ده مش مديني الزاوية بتاعته، لكن مديني ايه؟ مديني حاجة مهمة قوي، مديني النظاة بتاعته بتساوي كام على كام؟ بتساوي 3/4. جميل. طيب لما النظاة بتساوي 3/4، ظا هي بتساوي 3/4، يبقى مركبة الوزن في اتجاه خط أكبر ميل، خط أكبر ميل دي هتساوي كام؟ ومركبة الوزن في اتجاه العمود على خط أكبر ميل، ما احنا هنا هنحول في اتجاهين، هنحلل في اتجاهين متعمدين، ادي المركبة الأولى مثلا وادي المركبة الثانية، يبقى حلل في اتجاهين متعمدين. جميل قوي. طيب هو هنا لما بيقول لي ظا هي بتساوي 3/4، أنا هقول له ماشي هدخلها في مثلث عشان أجيب النسب المثلثية بتاعتي كده، واقول له دي زاويتها. انت بتقول في المعطيات ان ظا اصلا بتساوي المقابل على المجاور، يبقى الوتر يعتبر بكام؟ يبقى الوتر يعتبر بخمسة. طيب مركبة الوزن في اتجاه خط اكبر ميل هنفترض ان هي رقم واحد، وفي اتجاه العمود عليه يبقى رقم اتنين، يبقى لما اجيب مركبة الوزن في اتجاه اكبر ميل، في اتجاه اكبر ميل اللي هو ده، هتعتبر بتساوي كام؟ هتساوي القوة كام؟ 60 في جا ها. يبقى هتساوي 60 في جا ها، اطلع اجيبها من المثلث ده، الجا بتساوي كام على كام؟ بتساوي 3/5، يبقى هتساوي الخمسة تروح مع الستين يبقى في 12، 12 في 3 ب36 نيوتن. طيب مركبة الوزن في اتجاه العمود عليه، العمود عليه يقصد ده اللي هو امتداد رد الفعل، يبقى هتساوي 60 في جتا ها، يبقى هتساوي طيب جتا هي اطلع اجيبها منين؟ اطلع اجيبها برضو من المثلث ده، يبقى هتساوي 60 في الجتا بتساوي 4/5 من المثلث اللي فوق المجاور على الوتر، دي هتروح مع دي يبقى فيها 12، 12 في 4 ب 48 نيوتن. اشوف الاختيارات اللي فيه 1/36 في اتجاه خط اكبر ميل، والعمود عليه اتجاه كام؟ اتجاه 48. فين اللي فيها 36 في اتجاه خط اكبر ميل؟ اه. وفين العمود عليه؟ العمود عليه طلع ب 48، يبقى اختياري هيكون ده. تمام. إذا كانت القوة قاف مقدارها قاف تتزن مع قوتين مقدارهما 5 و3، ولا تنتح سوران بينهما زاوية 60 درجة، فإن قاف تساوي كام؟ طيب هنا المفروض عايز أجيب مركبة القوة دي في اتجاه دي واتجاه دي، هنا الزاوية بين القوتين أصلا، الزاوية بين القوتين 3 و5 معروفة اللي هي 60 درجة، لكن هنا أصلا بكام؟ مانيش عارف. وهنا بكام؟ مانيش عارف برضه، لكن الزاويه كلها على بعضها كام؟ 60. طيب ودي تعتبر قاف، يبقى انا مش عارف اجيب دي ومش عارف اجيب دي، لكن هنا الجديد في المساله ايه؟ فيها فكره. ايه هي الفكره؟ ان انا لما اجي احلل القوه قاف في اتجاهين معلومين في هنا، هلاقي الزاويه هنا هي 2 وهي 1، صعب ان انا اجيبهم، لكن هو مسهلها عليا بالكلمة دي، كلمة ايه؟ تتزن معهم. يعني ايه؟ يعني دي تعتبر الايه؟ المحصلة بتاعتهم. طب ما المحصلة بتاعتهم دي، يبقى انا هرجع للدرس الاولاني خالص، اول درس خدناه اللي هو درس رقم 1 اللي هو محصلة قوتين. يعني ايه؟ يعني ممكن اقول له يبقى ح تربيع بتساوي مربع القوة الاولى زائد مربع القوة التانية، هنا ح تربيع بتساوي نفتكر كده مع بعض مربع القوة الأولى زائد مربع القوة الثانية زائد 2
في القوة الأولى في القوة الثانية في جتا الزاوية بينهم اللي هي جتا الزاوية بينهم اللي هي كام؟ 60 درجة بتساوي ح تربيع اللي هتبقى قف تربيع المجهولة اللي هو عايز اجيبها. قف واحد تربيع بكام؟ بخمسة وعشرين. زائد قف اتنين تربيع بكام؟ بتسعة. زائد اتنين في قف واحد بخمسة في قف اتنين بتلاتة في جتا ستين بكام؟ بنص. يبقى هتساوي خمسة وعشرين زائد تسعة اربعة وتلاتين. زائد الاثنين تروح مع الاثنين خمسة في ثلاثة بخمستاشر يبقى يطلعوا بكام؟ بتسعة واربعين. يبقى اذا قاف جذر تسعة واربعين كام؟ سبعة نيوتن. يبقى حط هنا كده سبعة نيوتن ده مجموعة الحل او قاف. طيب المسألة اللي بعد كده بيقول مركبة القوة قاف اذا كانت واو دي نقطة الأصل نظام إحداث المتعمد في المستوى خلاص يبقى أنا هحلل القوة في اتجاهين إيه؟ متعمدين. وكانت القوة بتساوي 8 سكوك كيلوجرام و 135 درجة. إيه الشكل ده؟ إيه الشكل ده؟ دي اسمها إيه؟ اسمها الصورة القطبية. الصورة ال قطبية. نقول تاني يعني هنا كده ممكن القوة قاف نكتبها بالشكل ده مثلا يعني مثلا 3 و4 يبقى دي على شكل زوج مرتب ماشي كده. ممكن القوة قاف نكتبها بالشكل ده 3 في متجه الوحدة في اتجاه محور السينات زائد 4 في متجه الوحدة في اتجاه محور الصادات يبقى دي في اتجاه المركبتين تمام. طيب ممكن القوة برضو نكتبها بالصورة دي اللي هي اسمها الصورة الايه؟ القطبية. نخلي بالنا الصورة القطبية عرفنا الثلاث صور ما نتخضش تمام. هي قوة تؤثر في النقطة واو وقال دي تعتبر ايه؟ دي تعتبر قوة. دي تعتبر قوة. طب ازاي مش الشكل العام؟ الشكل العام دي الصورة القطبية دي الصورة في اتجاه محاور الاحداثية المتعامدة في المستوى المتجه الوحدة في اتجاه السينات متجه الوحدة في اتجاه الصادات. ممكن القوة تتكتب على شكل زوج مرتب خلاص ما فيش مشكلة. يلا حيث س و ص متجه الوحدة الاساسيين في اتجاهي محوري الاحداثيات ادي ده في اتجاه محور السينات وده في اتجاه محور الصادات دول متجهي الوحدة في اتجاهي محوري الاحداثيات تمام. طيب انا عايز احلل القوة دي بقى وقال الزاوية بينهم كام؟ 135 درجة. دي الزاوية القطبية. يعني ايه الزاوية القطبية؟ يعني بتبتدي من الضلع الابتدائي بتاعها ينطبق على محور السينات الموجب ده محور السينات الموجب والضلع النهائي في اي مكان تاني دي اسمها الزاوية القطبية. لكن كل مرة لازم يبتدي من عند محور السينات الموجب اللي هو الضلع الابتدائي تمام. ده مفهوم الزاوية القطبية وده احنا رجعنا عليها خلاص. عايز ايه؟ المركبة مرة في اتجاه محور السينات ومرة في اتجاه محور الصادات. طيب في اتجاه محور السينات ماشي كده يبقى هتساوي القوة كام اصلا؟ 8. يبقى هنا كده القوة 8. في اتجاه محور السينات يبقى هتاخد جتا الزاوية 135 درجة بتساوي. طيب في اتجاه محور الصادات يبقى هتساوي 8 في جا 135 درجة. يبقى هتساوي 8 في جتا 135 دقعة في الربع الثاني والجتا في الربع الثاني سالبة. طب 135 درجة يعني 45 درجة. جتا 45 درجة بواحد على جذر 2 لكن هي وقع في الربع الثاني يبقى لازم احط لها هنا ايه؟ سالب. بعد بضرب في المرافق واختصر هيطلع سالب 4 جذر 2. طيب هنا 8 في جا 135 135 دي في الربع الثاني والربع الثاني جا موجبه
يبقى هتساوي موجب جا 45. طب موجب جا 45 يبقى برضو هتساوي 1 على جذر 2، يبقى موجب 4 جذر 2. يبقى دول المركبتين اللي هو عايزهم. يبقى هنشوف الاختيار بتاعي اللي هو السين سالب 4 جذر 2، ادي سالب 4 جذر 2 وموجب 4 جذر 2، يبقى اذا القوة هو الاختيار ده. تاني هنا بقى جاب الصورة ايه؟ جاب المركبة بدلالة ايه؟ متجهي الوحدة الاحداثيين. تاني القوة هنا ما جابهاش بصورة قطبية ولا بزوج مرتب، امال جاب بدلالة ايه؟ متجهي الوحدة الاساسيين اللي هو متجه س ومتجه ص. ماشي، تؤثر في نقطة واو. ماشي، فان عايز يجيب المركبة دي في اتجاهين، اتجاهي اللي هو محور السينات ومحور اللي هي الصدر. طيب القوة دي انا ليه حطيتها هنا في الربع الرابع؟ لان هنا كده تعتبر السين هنا موجبة والصاد هنا ايه؟ سالبة. فالسين موجبة والصاد سالبة، يبقى القوة هتقع في الربع الرابع، وهو عايز يجيب مقدار القوة دي، بس عايز احللها مرة في اتجاه محور السينات ومرة في اتجاه العمود عليه اللي هو محور اللي ايه؟ الصدر. تمام كده؟ تمام. طيب القوة دي عايز اعرف الزاوية اللي هنا دي كام؟ تمام؟ طيب انا لو فرضت دي كلها كده زاوية ها، يبقى اي زاوية وقع في الربع الرابع قياسها كام؟ 360 درجة ناقص ها. صح كده يا جماعة؟ مش ده اللي احنا عارفينه؟ جميل قوي. يبقى لما احب اجيب مركبة القوة قاف دي في اتجاه محور السينات الموجب، يبقى هتساوي قاف في جتا 360 درجة ناقص ها. طيب لما احب اجيب القوة نفسها لكن في اتجاه محور الصادات السالب، يبقى هتساوي القوة نفسها في جا نفس الزاوية عشان اجيب المركبة بتاعتها. طيب جميل، ده اللي انا اقدر اعمله. طب امال ايه حكاية قاف دي مدهاني ليه بالمركبة دي؟ عشان اقول له انا ممكن اجيب لك قيمة قاف، يعني اجيب لك معيار قاف اللي انت مدهاني. معيار قاف بيساوي الجذر التربيعي للاحداث السيني الكل تربيع زائد الاحداث الصادي الكل تربيع، يعني هيساوي 9 زائد 3، يعني هتساوي جذر 12. جذر 12 عبارة عن 4 في 3، الأربعة تخرج من بره الجذر كام؟ ب 2 جذر 3. جميل قوي، يبقى هنا جبت 2 جذر 3، يبقى هنا كأني بقول 2 جذر 3 وهنا في 2 جذر 3. طب تمام قوي. طيب هنا هو عايز ايه بقى؟ لازم اجيب الاول قياس زاويه ه. تمام كده؟ طيب انا عندي هنا ظا زاويه ه بتساوي الاحداث الصادي على الاحداث السيني، بتساوي الاحداث الصادي بكام؟ بسالب جذر 3 على الاحداث السيني بكام؟ ب 3. صح كده؟ يبقى هتساوي سالب 1 على جذر 3. طيب لما ظا هي بتساوي سالب 1 على جذر 3، ناخد الاول الزاويه المساعده. الزاويه المساعده هنا تديني كام درجه؟ لما ظا بتساوي 1 على جذر 3، يبقى قياس زاويه هي كزاويه مساعده تطلع بكام؟ ب 30 درجه. طيب وهنا الاشاره ايه؟ سالبه، يعني وقع في الربع الكام؟ وقع في الربع الرابع. يبقى 360 درجه ناقص الزاويه المساعده اللي هي 30 درجه، يبقى هتساوي كام؟ 330 درجة. يبقى دي قياس زاوية ايه اللي هو بيشتغل عليها واللي انا ما كنتش عارفها في الاول. ماشي كده؟ يبقى مثلا هنا كمان مديني ايه؟ مديني النتيجة بالصورة القطبية.
ماشي. يبقى هنا دي تعتبر ايه؟ دي تعتبر هنا الجزء الاولاني ده كده معيار قاف. طب معيار قاف انا جبته بكام؟ جبته باتنين جذر تلاتة، اهو اتنين جذر تلاتة. طب الزاويه المساعده الزاويه هي تطلع بكام؟ الزاويه القطبيه 330 درجه، 330 درجه، يبقى دي 330 درجه وهنا 2 جذر 3، يبقى الاختيار بتاعي هيبقى الاختيار الاول ده. تمام. طيب اذا حللت القوه قاف اللي هي بتساوي ايه؟ قاف بتساوي في اتجاهين متعامدين قاف واحد وقاف اتنين، وكان متجه القوة قاف ينصف الزاوية بين القوتين المتعامدتين دول. يعني ايه نصف الزاوية؟ يعني الزاوية دي 45 و45، يبقى عايز اجيب مركبة القوة قاف في الاتجاه قاف واحد ومركبة القوة قاف في اتجاه قاف اتنين. تمام. طيب وهنا بيقول لي بقى ايه؟ واذا كان معيار القوه قاف 2 اصلا بيساوي 5 جذر 2، يعني مركبه في اتجاه قاف 2 بتساوي 5 جذر 2. تمام كده؟ يبقى مركبه القوه في اتجاه 5 جذر 2 دي كده مركبه القوه قاف في اتجاه القوه قاف 2 بتساوي قاف 2. فين قاف 2؟ قاف 2 اهي، يبقى هتاخد الايه؟ الجا. كان هنا كده في محور السينات وده محور الصادات، واحنا قلنا محور الصادات بياخد ايه؟ بياخد الجا، يبقى هتساوي قاف في جا، هو بينصف الزاويه بين الاثنين، يبقى جا 45 درجه. طيب مركب القاف في اتجاه قاف 2 اصلا اداني معيارها بكام؟ ب 5 جذر 2، يبقى هتساوي قاف اللي هو عايز يجيبها في جا 45 بواحد على جذر 2، يبقى اذا قاف هتساوي 5 جذر 2 في واحد على جذر 2، تروح هناك بمعكوسها الضربي جذر 2 على واحد تطلع بكام؟ ب 10، يبقى حط هنا كام؟ 10. طيب إذا أثرت القوة دي قاف واحد بتساوي 4 زائد 5 في اتجاه محور الصادات، هنا طبعا مديني القوة بدلالة ايه؟ متجهي الوحدة الأساسيين اللي هي متجه س ومتجه ص، ماشي، والقوة 2 نفس الحكاية والقوة 3 نفس الحكاية، أثرهم كل دول في نقطة مادية، وكانت محصلة القوة دي كلها هي عبارة عن مدهاني هنا كده بالصورة القطبية. يعني ايه الصورة القطبية؟ يعني هنا الضلع الابتدائي دايما على محور السينات الموجب، والزاوية اللي بينهم 3 طاعة على 4، 3 طاعة على 4 يعني تعتبر كام؟ 135 درجة. لما افك الطا او افك الباي، يعني 3 في 180 على 4 تديني كام؟ 135 درجة. عايز قيمة ألف زائد ب، نرجع تاني، هنا كده ألف وهنا كده ب، عايز قيمة ألف وب. أقول له طيب ماشي، أنت بتقول لي قاف واحد وقاف اتنين وقاف تلاتة ليهم محصلتهم دي، أنا هجيب لك المحصلة بتاعتهم بدلالة متجهي الوحدة الأساسيين. جميل. يعني حجم المركبة السينية أو متجه الوحدة في اتجاه محور السينات، مع هنا نفس الحكاية مع هنا نفس الحكاية، يبقى 4 وألف وتلاتة، يبقى هنا تعتبر ألف زائد 4 وتلاتة 7 كده، هيبقى في اتجاه محور السينات أو متجه الوحدة في اتجاه محور السينات زائد، ماشي، اتجاه متجه الوحدة في اتجاه محور الصادات 5 وسالب 7 يبقى سالب 2 وب، يبقى هنا ب ناقص 2، دي في اتجاه ايه؟ في اتجاه محور الصادات. يبقى انا كده جبت لك الايه؟ المحصلة. تمام كده؟ تمام. طيب هنا انت بتقول ايه بقى؟ المحصلة بتساوي كام؟ 5 جذر 2، يعني مركبة المحصلة في اتجاه محور السينات بتساوي هنا كام؟ 5 جذر 2. يعني هنا كده المحصلة
في اتجاه متجه الوحدة في اتجاه محور السناد بتساوي كام؟ 5 جذر 2. يبقى هنا كده 5 جذر 2 في جتا الزاوية اللي بينهم 135 درجة. يبقى هنا جتا 135 درجة، يعني هتساوي 5 جذر 2 في جتا 135 اللي هي تعتبر جتا 45، ولكن الجتا في الربع الثاني سالبة، يبقى -1/2. يبقى هتساوي الجذر 2 يروح مع الجذر 2 يبقى -5. يبقى دي المركبة في اتجاه ايه؟ محور السينات. جميل. طيب هنجيب المركبة في اتجاه محور الصادات، يبقى هتساوي 5 جذر 2 في جا 135 درجة، يعني هتساوي 5 جذر 2 في سوري في جا 135 في الربع الثاني، والجا 135 هي جا 45، يبقى 1/2 بتساوي كام؟ موجب 5. تمام. كل اللي عليا ان انا اعمل ايه بقى؟ اساوي المركبه في اتجاه محور السينات بالمركبه في اتجاه محور السينات من هنا. يعني كده هنقول له يبقى (ا+7) بتساوي -5، والمركبه في اتجاه محور الصادات هتساوي المركبه في اتجاه محور الصادات اللي هي (ب-2) هتساوي موجب 5. وكده نقدر نجيب له ايه؟ نقدر نجيب له قيمة الف، ونقدر نجيب له قيمة ب. طب هو عايز الف ولا ب؟ هو عايز المقدار ده، (ا+2)ب. يبقى هتساوي الف بكام؟ الف (ب-2) (2)ب. ب بكام؟ (ب7). يعني كأني بقول (-2)(14). يبقى هتساوي كام؟ يبقى هتساوي دي (-12) صح كده؟ وب ب5، يبقى هنا (-12) وهنا (-12) يبقى تطلع بكام؟ تطلع ب2 بس. يبقى حط هنا كام؟ 2 بس. وبكده أعزائي طلبة وطلبات الصف الثاني الثانوي نكون انتهينا من تدريس الدرس بتاعنا النهاردة اللي كان بيتكلم على تحليل القوة من فرع الاستاتيكا من مادة الرياضيات. ما تنسوش تحت الفيديو هتلاقوا فيه 3 لينكات، اللينك الأول كان بيتكلم على شيت أسئلة، اللينك الثاني بيتكلم على شيت إجابة، اللينك الثالث بيتكلم على اختبار تفاعلي على موضوع درس النهاردة، والاختبار التفاعلي ليه مواصفات الورقة الامتحانية الجديدة، يعني الاختبار هيلاقي فيه زمن محدد للإجابة، هتلاقي فيه تصحيح الكتروني، هتلاقي في الاخر خالص النتيجة موجودة عندك عشان تقدر تقيس مدى فهمك واستيعابك لموضوع الدرس. والى اللقاء في حلقة قادمة.